بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فلا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. فقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. جواب لو أين؟ جواب محروف. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أين جواب لو؟ تقدير لو رأوا ذلك ورأوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب لانتهوا عما هم فيه من الضلال. يقول: ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم
وتبري المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنيا، فيقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون عن من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فقال الخليل عليه السلام لقومه، قال الله عز وجل عنه: فقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآيات كلها تبين تبري المتبوعين من الأتباع، أنهم تنقلب مودتهم بغضا وعداوة، وموالاتهم تنقلب مخالفة ومشاققة وعداوة. قال تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء بن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، المواد التي كانت بينهم بها يتواصلون تقطعت في الدنيا، تقطعت يوم القيامة. المواد التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت يوم القيامة. يقول: وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقوله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في ذلك، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يقول: وقال تعالى:
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. هذه الآية الكريمة وما بعدها هي في بيان نوع خطير من الشرك يقع فيه كثير من البشر، وهو شرك اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. وأكثر الخلق لا يجعلون لله ندا في الربوبية والخلق، ولكن أكثرهم يتخذ لله ندا، يجعل لله ندا في المحبة والتعظيم، يحبه كحب الله أي كحب العبادة الذي يجب أن يصرف لله وحده لا شريك له على أحد الوجهين. الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله لم يذكر وجهي التفسير في هذه الآية، هل معنى يحبونهم كحب الله أي أن المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله فيكون الشرك من جهة التسوية وصرف المحبة محبة العبادة لغير الله عز وجل كما يصرفها لله؟ والوجه الثاني أن المشركين يحبون الأنداد كالحب الذي يجب أن يصرف لله كحب المؤمنين لله، فهم لم يحبوا الله ولكن أحبوا الأنداد من دون الله عز وجل، فهم يحبونهم كما يجب أن يحب الله كما يحب المؤمنون الله، حب العبادة حب مع خضوع وذل وانكسار لله عز وجل. وعامة الخلق عنده الشرك أكثر من الإنكار، أكثر الناس يقعون في الشرك فهم يحبون الله ويعبدونه ويحبون غيره ويعبدونه والعياذ بالله. وكما ذكرنا اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم شيء منتشر في الناس، يتخذ الإنسان أحدا يعظمه ويحبه كما يحب الله ويتبع أوامره اتباعا مطلقا ثمرت هذه المحبة. ومن جعل أحدا من دون الله يحبه بحيث لو أمره بالكفر لكفر، وبحيث أنه يرى طاعته طاعة تامة مطلقة لا يرد له أمرا مهما كان، فهو عبد له من دون الله والعياذ بالله. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا كما قال تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميصة، تعيش وانتكس وإذا شيك فلانتكس. وهذا منه نوع هو شرك أكبر، كما ذكرنا لو أنه باع دينه وكفر من أجل المال أو من أجل القطيفة أو من أجل الرياسة، فهو يحب هذا الشيء حبا عظيما في درجة أنه يكفر من أجله ويبيع دينه بعرض من الدنيا. ومنه شرك أصغر وهو أن يدفعه حب المال أو الرياسة أو الجاه أو الشهرة أو الملابس إلى أن يعصي الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان الثمن هو دينه، لو كان الثمن يكفر لم يقبل ذلك، لكنه يعصي لأجل المال. كثير من الناس لو عرض عليهم الكفر ليأخذوا مالا أبوا، ومع ذلك هم يعيشون في الحرام ويأكلون الحرام ويعملون بالحرام، وهذا نوع عبادة لهذه الأنداد. وهناك من يتخذ من دون الله أندادا في المحبة كأصحاب العشق، كمن يعشق امرأة أو امرأة تعشق رجلا أو غير ذلك من أنواع المحبة الدنيوية، بحيث يصل هذا الحب الجارف إلى درجة أنه يضحي الإنسان بدينه
والعياذ بالله من أجل أن ينال ما يريد منها، كما قد سمعنا مثلا عن بعض النساء التي وقعت في حب بعض الكفار فاشترطوا عليها أن تتزوجه في الكنيسة مثلا فقبلت ذلك، وهي يعني ترى صحة هذا الزواج وتستحله ولا تراه زنا كما شرع الله عز وجل. وهناك من يحب امرأة مثلا فتأمره أن يكفر ليتزوجها، فهم لا يقبلون أن يكون زوج ابنتهم على ملة أخرى فيقبل ذلك ولا يرضى الله. وكذلك من الناس من يستخدم الكبراء والرؤساء والأئمة أئمة الضلال طواغيتا حين يوطن نفسه على طاعتهم ومتابعتهم ومحبتهم طاعة مطلقة بلا قيد، ويفعل ذلك فعلا، فلو أنهم أمروه بالكفر لكفر، لو أمروه بالقتل لقتل، لو أمروه بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه لفعل، ويفعل ذلك لأجل إرضاء كبرائه وسادته، كما قال عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذا في الشرك الأكبر الذي تدل عليه هذه الآية، وهو اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. وقد يسميهم آلهة وقد لا يسميهم، والعبرة بوجود العبادة ووجود محبة العبادة التي كما ذكرنا هي حب وخضوع وطاعة تامة مطلقة، فطاعة حتى لو في الكفر، لكن لو قيد فقال أنا أطيع في المعصية لكن لا أبيع ديني، لو أمروني بالكفر لما كفرت فهو لم يصل إلى الطاعة المطلقة، ولم تكن هذه محبة عبادة تكفره والعياذ بالله. وورد في تفسير الآية أقوال أخرى في الشرك اللفظي، وأن ذلك من اتخاذ الأنداد، ولكنه ليس بالشرك الأكبر، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد، هي كقول من قال لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت والكعبة ونحو ذلك مما يقسم به، فجعلوا فيها الشرك الأصغر الشرك اللفظي. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، وهو صريح لأن من فعل ذلك فقد جعل لله ندا، وإن لم يكن يقصد التعظيم المماثل لتعظيم الله، ولو قصد أن يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو الذي يخاطبه بواو الجمع يقول ما شاء الله وشئ لكان ذلك كفرا ناقلا عن الله، ولكن عامة من يذكر ذلك لا يقصده، وربما كان هناك ما هو أشد وأبشع من ذلك، يقول لولا أنت والله، يبدأ بذكر العبد، لا يقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان هي من الشرك، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، أجعلتني والله عدلا، في رواية رواه أحمد أجعلتني والله عدلا، فكيف بمن يقدم الند على الله عز وجل؟ نعوذ بالله، يقولك بإيدك وإيد ربنا ببركتك وبركة ربنا والعياذ بالله، وبعدين تقول له ازاي فكيف تقول ذلك؟ يقول لك انا قلت بركة ربنا، وكأن ذلك يجزيه طالما ذكر اسم الله عز وجل، مع انه يذكر ذلك يعني العبد المخلوق مقدما ما شاء الله العظيم.
والآية تشمل النوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من قال ما شاء الله وشئت قد جعل لله ندا، فهي إذن شاملة لذلك، وما حلف به وما سوى بينه وبين ضمير، يعني الضمير الذي يوضع على البشر مثل ما شاء الله وشئت، إلا لأنه يعظمه أو يحبه، ولذلك هو داخل في هذه الآية الكريمة، فالداخل فيها على درجات، منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر على حسب معتقد القائل أو الفاعل لهذا الشرك، نعوذ بالله من ذلك. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فيه تفسيران بناء على الوجهين اللذين ذكرناهما في يحبونهم كحب الله، فعلى وجه أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولكن يحبون الأنداد كحب الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، المشركين يزعمون أنهم يحبون الله، وذلك لأن تقسم هذه المحبة، انقسام هذه المحبة أضعفها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فلما انقسمت هذه المحبة التي هي محبة العبادة صرفوها لله وللوثن، ضعف حبهم لله. أما أهل الإيمان فهم يحبون الله عز وجل وحده حب العباد ولا يجعلون له شريكا فيه، فهو أتم من هذه الجهة، أكمل من حب المشركين لله لأنه منقسم وحب المؤمنين واحد. وما يحبه أهل الإيمان من الأشخاص والأقوال والأعمال والأمكنة والأزلنة فهو تابع لحب الله عز وجل، فهو ليس شركا ولا مضعفا لمحبة الله، بل هو لازم من لوازمها وثمرة من ثمراتها. فمن أحب الله أحب في الله، من يحبه الله ومن يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الحب في الله عبادة لله ليس عبادة للمحبوب الذي أحبه في الله، لأنه ما أحبه إلا لأن الله يحبه وأمر بحبه، فليس هناك منازعة بين هذين النوعين من الحب. وعلى الوجه الثاني في الآية الكريمة أن المشركين إنما يحبون الأنداد فقط لا يحبون الله، إنما صرفوا حب العبادة لغير الله فقط، فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين لشركائهم، وذلك لأن حب الله عز وجل فطرة في القلوب السليمة، فإذا حل فيها استقر وسكن، كما قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما حب غيره عز وجل حب العبادة فهو شقاء على الإنسان، لأنه وضع القلب في غير موضعه وعبده لمن لا يطمئن إلى عبادته ولا يستريح ولا يقبلها، ونفسه تنازعه وفطرته تنازعه، فهو حب مضطرب، ولذا سرعان ما ينقلب عداوة، بخلاف حب المؤمنين لله فإنه وافق ما خلق القلب له، فعند ذلك تمكن منه أعظم تمكن وقبله واستقر به، فلا يمكن أن يتبدل ولا أن يتحول، ولذا يبقى هذا الحب حب الله عز وجل أكمل وأشد، ويبقى إلى يوم القيامة ويبقى بعد دخول الجنة. أما حب المشركين لأوثانهم ولأندادهم فهي تنقلب عداوة وتنقلب كفرا
به كما وصف الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يميل إلى القول الأول، وهي أن المشركين يحبون الله، ولكن لما أحبوا الأنداد كحب الله كحبهم لله حب العبادة صار ذلك منقسما، وحب المؤمنين لله أعظم لأنه حب واحد لا ينقسم، لا يصرفون شيئا من الحب حب العبادة إلا لله عز وجل. فهذا الشرك، شرك اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، أحد أخطر أنواع الشرك على وجه الأرض، يغفل عنه كثير من الناس مع شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، مع بيان القرآن وتحذيره منه. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي من يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنواع الشرك المنتشرة في الأرض أكثرها انتشارا شرك اتخاذ الوسطاء في العبادة، لأن يعبد من دون الله للدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر والدعاء، شرك في الدعاء، يجعل الوسطاء يدعوهم ويعبدهم ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والنوع الثاني من الشرك متعلق بموالاة أعداء الله عز وجل والرضا بكفرهم وإقراره والعياذ بالله، فشرك بسبب الموالاة المكفرة التي تجعل العبد يحب أعداء الله وينصرهم ويعادي أولياءه، ولا يصح للعبد توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. والنوع الثالث من الشرك المنتشر هو شرك اتخاذ الأحبار والرهبان أو من شابههم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم والتشريع. والشرك الرابع هو اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، وقد ركز البعض على الأنواع الثلاثة الأول ولم يذكر هذا، مع أنه أخطر في أزمنة الفتن لكثرة وقوعه من الناس، وأن من أحب شيئا هواه وعبده والعياذ بالله، بل هذا الشرك هو الذي يؤدي أحيانا إلى أنواع أخرى للعناد والإصرار والكبر. فهو كما قال عز وجل عن إبراهيم في سبب اتخاذ الأوثان: فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. حقيقة اتخاذ الأوثان ليس لقناعتهم بها، ولكن مراعاة المودة التي بينهم لأجل مودة الآباء والأجداد، لكي لا يفارق ملة عبد المطلب، لكي لا يعبد خلاف ما كان يعبد آباؤه. فكما قال عز وجل عنهم: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فتقليد الآباء، تعظيم الآباء، حب الآباء وحب ما كان عليه هؤلاء أدى به إلى أن يتخذ أنداد التوسل، أنداد في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب الحذر من هذا النوع من الشرك الذي يهلك صاحبه والعياذ بالله، ويدفعه إلى أن يوالي أعداء الله، ويدفعه إلى أن يتخذ الأوثان من دون الله، ويدفعه إلى أن يتحاكم إلى غير شرع الله، لأنه يعظم أعداء الله سبحانه وتعالى، يعظم من لم يعظمه شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما آل هؤلاء الظالمين الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعها حين عبدوها لغير الله. فظلمهم بالشرك بالله الشرك الأكبر هو الظلم الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذه الندية
اتخاذ الأنداد يمكن أن يكون في الربوبية، ويمكن أن يكون في الألوهية، ويمكن أن يكون في الأسماء والصفات، وهو في الآية متعلق بالإلهية لأنه قال يحبونهم كحب الله. فمن اتخذ لله ندا في الربوبية كمن قال بخالق غير الله أو رازق غير الله أو ضار أو نافع غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. ومن اتخذ لله ندا في الإلهية يحبه حب العباد ويخافه خوف العباد ويركع له ويسجد ويذبح له وينذر فهذا أيضا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومن اتخذ من دون الله ندا في الأسماء والصفات يجعل له صفة الرب سبحانه وتعالى كالسمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة التي لا ترد ولا يعجزها شيء ونفوذ الأمر أن يقول للشيء يكون فيكون ونحو ذلك. فمن يجعل صفات المخلوق للخالق أو صفات الخالق للمخلوق فقد جعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته، وكل ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله من ذلك. والآية الكريمة من أعظم الأدلة على وجوب حب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينفك الإيمان عن حب الله، ولو زال الحب بالكلية لزال الإيمان. Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.